قتل 11 شخصا واصيب 28 اخرون بجروح في تفجير وقع في حي الميدان وسط العاصمة السورية دمشق. الانفجار وقع قرب مسجد زين العابدين الذي عادة ما يتجمع فيه المتظاهرون المناهضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. الصور بثها التلفزيون السوري معتبرا اياها عملا ارهابيا انتحاريا اتهم خلاله المعارضة وما يطلق عليها المجموعة الارهابية المسلحة بالوقوف وراءها. صور أظهرت بقعا من الدماء وأشلاء لجثة متناثرة على الأرض. كما أفادت الإخبارية السورية عن انفجار عبوة ناسفة عند دوار المعراب قرب جامع الحسين في إدلب أثناء تواجد الوفد الأممي. من جانبه أعلن المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان أنه من المتوقع نشر 15 مراقبا دوليا إضافيا لوقف إطلاق النار في سوريا من بين الفريق الطالعي المكون من 30 مراقبا بحلول الاثنين المقبل، وأن كل الجهود جارية من أجل النشر الكامل للبعثة وقوامها 300 مراقب.